فنان بقى شامل لا يتجزأ. شوفوا بقى يعني مصطفى عامل ايه، خطاط رائع. ادي منى، طبعا اطلعي بقى اللي معاكي يا انا كنت هبه. نسيت ده، ادي رسالة منى من جمال الانشاد. وادي وادي هبة، هبه، وادي ايمان جايب كادو من خط ايده وراسمها بايده. طبعا يعني انت ايه كمان حكايه، خطاط، الله اكبر ما عليك. شاء الله اتعلمت ما شاء الخط الله، ولا دي موهبه كده موهبة. وارثها عن حد يعني ما كده درستهاش يعني. خالص؟ ما شاء الله رائعة، عليك. تسلم ايدك كده، وايه احنا تاني؟ ننهديك يعني. ده وايه عشان عيد تاني؟ الام، ده عشان انا ممكن اقول بكون مامتي يعني. في ايه تاني من خبيب؟ بتكتب شعر، بتوزع ان شاء الله الاناشيد اللي حفظتها بشكل جديد. يعني في عندك حاجه في الفتره اللي جايه بحيث ان انت تسمع جيل زي ما انت قلت الجديد ده يعني. انا انشاد؟ في فريق عمل يعني، ان شاء الله احنا شغالين على يعني نعمل زي ميني البوم يعني، الاغاني اللي هي تمس الشباب يعني، احياء حاجات تراث ولا حاجات مكتوبه جديد مخصوص؟ جديد جديد، وحاجات جديد الشباب بيحبوا يعني يسمعوها وتبقى بالنسبه لهم سهل ان هم يرددوها. احييك بجد، احنا محتاجين ده جدا جدا في الفتره الجايه. طب انت باعتبارك من جيل الشباب، اكيد انه في ادوات كتيره جدا ممكن تساعدك في شغلك. السوشيال ميديا مهمه بالنسبه لك قد ايه؟ ايه هي القنوات اللي انت شايف انه من خلالها تقدر توصل صوتك وتجذب ليك مجموعه كبيره من الشباب اللي هم رجعوا دلوقتي بيدوروا على تراثنا وعلى الاناشيد وعلى المديح؟ يمكن في فتره من الزمن كده ما كانش في اقبال قوي يمكن. هو فعلا دور السوشيال ميديا يعني هو اللي هيبقى ليه الدور الاكبر، لان حضرتك تابعتي في، هتلاقي مثلا على اليوتيوب تلاقي ممكن مهرجان لسه نازل في خلال مثلا ساعات اسبوعين ثلاثة، تلاقيه جاب ملايين المشاهدات. انما المحتوى الديني ممكن لما بيجي ينزل فبتلاقيه ما بيجيبش مشاهدات عالية وكده. فلما نحاول ان احنا نغير من اسلوب الانشاد بطريقة مثلا متوافقة مع الجيل ومع الحاجات اللي بيحبوا يسمعوها وكده، فهتوصل لهم، هتبقى هتوصل لهم بسهولة فهيحبوها.